المدير العامة ديال الشركة ماشي. ديالنا اللي هي اللي كانت واقفة معنا وشافت شافت باتستار وقف قلت لها مالك؟ قالت لي الخريطة ديال المغرب فيها شي مشكل ارجع. قلت له والله يخليك رجع، ان حتى هما هذوك الناس ما عارفينش، ما عندهم حتى شي علاقة، هما كيتوصلوا من عند الكاف لي فيديو هما كيلونسيوهم، يعني داك المونتاج او هذا هما اللي مكلفين. الوغ كو المشكل اللي وقع في الاول ان الوداد هدد بالانسحاب من هاد الكومبيتيسيون هادي على قبل هاد المشكل بالضبط، ان حتى شي واحد فهاد المنافسه هذا هو الخبر اللي دوزنا ديال الحق ينسب الوحده الترابيه ديال البلاد. راه سواء نكون غير سيكوريتي واقف تما كتبان ليا نخرج ما نخدمش. دونك فهاديك اللحظه ملي بانت الخريطه وقفنا ملي مسحوا لينا حنا كنسحبوا حتى تلقاو شي حل. بدوري انا علمت نائب رئيس الوداد الرياضي، قلت له فوالا شنو كاين شنو كاين، اتصل ايميدياتمون بالكاف قدموا اعتذار رسمي لك، اعتذار رسمي مع اوديو فوالا، انه كان سوء تفاهم ولكن سوريين شهرين فوالا. شوف هو المباراه ديال الترجي ديما كيوقعوا فيهم هذا الشيء، ما ندخلوش في التفاصيل. من بعد شنو اكتشفنا؟ انهم هما صحيح في الاول بدلوا الخريطه ولكن حطوها غير في السوشيال ميديا، باغ كونطخ ما صيفطوش البلاتفورم، ما دارهاش البلاتفورم ديال التيران ما صيفطوهاش. وصراحه يعني وقفنا ما قدرنا ندير والو، ما بغيناش نخدموا. اول حاجه اللي نغلقوا المشكل مكتوب عليك هكا، مكتوب عليا انا ما ندير والو، فهمتي؟ يعني انت والوداد وهذا عندنا كامل انسحاب، قلنا فهمتي يعني وافقتوا على هذيك. الوغ كو انا مغربي راه ما غاديش نخدم، واخا تكون عاطيني مليار ما غاديش نخدم.